كابتن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود اللي عمل اخر ثلاث مباريات في الموسم بشكل رائع جدا جدا، تحديدا اخر ثلاث مباريات في الموسم. واذكركم بس ان الكابتن محمد مكي هو اللي كمان كان صاعد بفريق حرس الحدود للدوري الممتاز. يا كابتن محمد منور الدنيا ومشرف، وظهور مشرف في ختام مشوار حرس الحدود في الموسم. اهلا بيك طبعا كريم طبعا، وبشكرك طبعا على المقدمه الجميله ديت، وانا ببقى مبسوط دايما وانا معاك يعني. انا اسعد النهارده، مباراه عملتوها كبيره قدام النادي الاهلي، تخرج من الدوري حتى لو انت خلاص هبطت رسميا منذ فتره، يعني منذ اكثر من مباراه، بس تخلص الدوري وانت متعادل مع بطل المسابقه افضل فريق في القاره في الوقت الحالي، اعتقد دي نتيجه مرضيه بالنسبه لك. والله طبعا الحمد لله. طبعا الاول طبعا بنبارك للنادي الاهلي من خلالك طبعا على حصوله طبعا على بطوله افريقيا وبطوله الدوري. طبعا الحمد لله احنا كان يهمنا ان احنا الماتشات الاخيره عموما كلها ان احنا نفنش الدوري بشكل يعني شويه يحسن الصوره شويه في الجدول. انا عارف ان الترتيب مش هيفرق، لكن كنا لازم الناس تشوف والناس تعرف ان فرقه حرس الحدود ما تستحقش انها تنزل. فرقه حرس الحدود نادي كبير ومؤسسه كبيره، واللعيبه اللي فيها على المستوى عالي جدا ما تستحقش المركز اللي هي فيه. فاحنا الحمد لله اشتغلنا بشكل كويس الفترة اللي فاتت، الحمد لله ربنا اكرمنا بنتائج الحمد لله كويسه اخر كام ماتش، الحمد لله لعبنا بشرف وبجهد لحد اخر وقت. والحمد لله ربنا كمل مجهودنا الثلاث اربع ماتشات الاخر دول الحمد لله بنتائج الحمد لله ايجابيه. لا بس انا كابتن محمد، كل كوم ومباراه غزه المحله ده كوم تاني خالص. انت راجل وكلنا اشدنا بده، راجل محترم، راجل عندك نزاهه، لعيبتك طبعا محترمين وعندهم نزاهه، مش فرحانين طبعا ان انت كسبت غزل المحله، ما هو يعني العب بس بشرف، وهو ده اللي حصل عشان جميل غزل المحله ما تقولش بس ان انا بشيد بده، بس ان انتوا تلعبوا مباراه زي دي. انا تصورت بصراحه ما اكذبش عليك انه حرس الحدود مش هيسيب لغزل المحله المباراه، بس هينزل يقول ما خلاص ما انا كده كده خسرت الدوري، انا هلعب اي حاجه، انا مش هلعب باهتمام، انا مش هلعب بجهد كامل. لكن انتوا عملتوا مباراه فيها نموذج ومثال يحتذى به لكل فرق الدوري بعد كده في المستقبل. والله يا كابتن كريم احنا اشتغلنا، وزي ما قلت لك احنا مالناش مصلحه مع اي حد. احنا المشكله حصل مشكله، مش مشكله يعني، حصل برضه في ماتش الداخليه نفس الكلام، اتقال انتوا بتلعبوا لصالح مين والكلام ده كله عشان تعادلنا مع الداخليه. كسبنا اسوان برضه الناس كانت مستغربه احنا فرقه نازله ليه بتعمل كده. كسبنا المحله برضه نفس الفكره. انا زي ما قلت لك احنا بنلعب فير بلاي لاخر وقت، احنا مالناش مصلحه مع حد. احنا قلنا انا كنت واعد مجلس الاداره ورئيس النادي ان احنا هنقاتل لحد اخر نفس في الدوري، لحد اخر ثانيه في اخر مباراه في الدوري. والحمد لله قدرنا الحمد لله نوفي بوعدنا لمجلس الاداره ورئيس النادي. لكن انت عارف وفي الاول وفي الاخر انا كمدرب. كابتن محمد لسه معايا ولا احط رجلي على اول سلمه؟ فحاولت ان انا اشتغل واجتهد وقاتل واعمل نتائج على قد ما اقدر ايجابيه. ماليش زي ما قلت لك انا بلعب فير بلاي لحد اخر وقت. لازم يعني كنت حابب ان الناس كلها تحترم ان احنا بنلعب بشرف وامانه وفير بلاي لحد اخر وقت، حتى لو الخصم نفسه تضرر من ده. اظن ان في الاخر لما يقعد يفكر هيعرف ان الفير بلاي واللعب بشرف دي اهم حاجه في اي شغلانه عموما، وده كان شغلنا واحنا الحمد لله قدرنا نعمله الحمد لله لاخر وقت الحمد لله. كابتن محمد مكي انا بشكرك شكرا جزيلا، المدير الفني لفريق حرس الحدود بعد التعادل اليوم مع النادي الاهلي ايجابيا 1-1.